السلام عليكم، معكم سفيان القناس. انا وهاتفي اليوم عندنا تليفون سامسونج A52 كما كتشوف معايا، الحمد لله في الصوره A52. كما كنعرفوا حنا الطريقه، كنوركوا على زر نقصان الصوت وزر نسمي وزر الاشتغال، ما كتبغيش تطفى كما كتشوف كما شفتوا ما كيبغيش يطفى الهاتف ديالنا. يعني اش كنديروا؟ كناخذوا كايبل تايب سي كنبرونشيو مع الكمبيوتر، ما كنخدموا لا بتطبيق لا حتى شي حاجه، كنبرونشيو مع الكمبيوتر كنبرونشيو مع الهاتف كما شفتوا بهذا الشكل. يعني ركبناه غير غير يتقرا في الكمبيوتر صافي بحاله صافي، يعني ما غادي نحتاجوا حتى شي برنامج. كنوركوا على زر نقصان الصوت ومع زر الاشتغال وكننتظر. كنورك زر زيادة الصوت وزر الاشتغال بلي كيطفى الهاتف. غنورك عليه هادشي كيما شفتو. هو دخلني ريكوفري، هذا هو التليفون ديالي A52 5F. كيما شفتوني بهاد الطريقة دخلني الريكوفري مود. كيما شفتو دابا كنهبط الثاني اختيار، الثالث، الرابع، خامس اختيار، ويب داتا، فاكتوري، ريزيت، وكندير اوكي بزر الباور. بهذه الطريقه كنقومو بعمليه الفورمات. ما تنساش الاشتراك في القناه، ضغط على زر لايك وتفعيل الجرس ليصلك دائما كل جديد. صافي، وكنديرو اعاده التشغيل. صافي، راه كنتسناو الهاتف ديالنا كيتفورماطا حتى كيشعل على خاطرو. الا طلع لينا فيه حساب جيميل، الا كنا عارفين الجيميل ديالنا ندخلوه، ما كناش عارفينه، غادي تلقاو فيديو من ورا هذا ان شاء الله كيفاش تقوم بتخطي الحساب ديال الجيميل. الا كان اندرويد 11 ولا 12، كان 13 غادي يكون مدفوع. ما الا كان اندرويد 13 كتكون الخدمه مدفوعه بشي 200 درهم باش كيتحيد الجيميل. ما تنساوش الاشتراك في القناه وضغط على زر لايك. الـ A52 والطريقه فعاله على جميع موديلات سامسونج.